إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف القرآن شدد جدا على حقوق الضعفاء زي اليتامى. اللي بياكل وبيستمتع بأموال اليتامى يعني ناس مسؤولة عن ملجأ لليتامى بيجي لها تبرعات معينة لليتامى، لا يجوز ليه انه يتصرف في اي شيء من هذا المال، ما ياخدش حاجه ليه ابدا. وقلنا المره اللي فاتت شبهه ولا عاملين عليها، لا انت مش ولا عاملين عليها، لان دي المقصود بيها لما تكون دوله مسلمه بتجمع اموال الزكاه وليها موظفين، الموظفين دول وظيفتهم جمع الزكاه، دول اسمهم العاملين عليها. من حق الإمام إنه لما بيجمع أموال الزكاة وبيدخلها في الخزانة العامة إنه يجعل جزء منها للعاملين عليها، جزء من رواتبهم من هذا المال الزكوي أو من المال مال الزكاة. مش أنت تفضل، مش أنت تبقى بتجمع مال تطوعا لله وطول ما أنا باخد زي جزء من رواتبي، لا ليس من حقك، لأنك قلت أنا هعمل هذا العمل تطوعي. بعكس لما تكون في مؤسسة وبتديها أموال والمؤسسة دي هي بتاخد الأموال وبترتب بقى، ممكن تطلع جزء كرواتب للناس اللي بتلف وتروح، خلاص انت فاهم انك لما بتعطي المال هو بياخد دورته وان شاء الله يروح لأهلها المستحقين. يعني مثلا لما تروح جمعية رسالة، انا عارف وانا بدي جمعيه رساله اللي هم طبعا في جزء معين بيروح للرواتب وجزء بيروح للدعايه، والدعايه دي بتجيب فلوس. فالمهم هو داخله في منظومه بتجيب فلوس في النهايه عشان اليتامى والفقراء والمساكين، فانا عارف مسبقا بذلك فلا حرج. انما لو انت قلت لي ان هاخد الزكاه دي او المال ده هديه للفقير ومفهمني كده، يبقى ما ينفعش ان انت تاخد اي شيء منه. وعلشان كده احنا بنقول يعني الناس اللي بتجمع الاموال الاحسن ان الراجل ما يضيقش عليك، ما يقولكش المال ده لاطعام فقراء، لان كده صرت ملزما باطعام الفقراء. لو قالك المال ده لصيانه المسجد يبقى لازم كل قرش في المال ده لصيانه المسجد، ما ينفعش تحط من هنا على هنا. ولسه واحدة كانت بتقولي على ما أذكر يعني اللي خدت فلوس عشان حالة تعبانة مريضة، فالحالة دي جمعت لها أموال، فقالت لي ينفع أدي المال ده لحالة أخرى؟ قلت لها بالإذن، لازم تستأذني من اللي اديتك المال للحالة دي، وهي لها الاختيار تقول لك روحي لحالة تانية أو هات المال تاني أو انفقيه في أوجه أخرى، ماشي. انما واحد اداك المال لك اخرجه فيما يرضي الله، خلاص هو ادالك الحريه، بس ما ينفعش تاخد منه شيء. لكن ممكن صيانه مسجد، ممكن اطعام فقراء، ممكن انفاق على طلاب علم او نحو ذلك، ساب لك الحريه وده احسن. وفي ناس للاسف بتغتني من وراء جمع الاموال بحجه اليتامى والمساكين، ويبني بيت بقى ويشتري شاليه ومش عارف ايه ليه؟ لانه بياكل اموال اليتامى والعياذ بالله. اهو مستمتع النهارده لكن بكره انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني ايه وسيصلون سعيرا؟ يعني سيدخلون النار ويقاسون حرها وشدتها. وسيصلون سعيرا سيتألمون بسبب أكلهم لأموال اليتامى. وأعظم سبع موبقات أو كبائر كان منها أكل مال اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر والفرار يوم الزحف. من الكبائر عند المسلمين اللي انت تبقى بتجاهد وتفر من المعركة، دي من الكبائر ومن الموبقات. وأكل الربا، وأكل الربا
وأكل مال اليتيم. فأكل مال اليتيم من السبع الموبقات عند الله عز وجل، من أشد الذنوب عند الله تبارك وتعالى.